مجلس الوزراء يصدق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، من بينها مشروع قانون يتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. تظاهرة فكرية وثقافية في نواكشوط تخليدا لليوم العالمي للفرانكوفونية. مقر الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية يحتضن ندوة حول إعلان 7 مارس الموقع بين بلادنا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير النظامية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الرابعة من قناة الموريتانية. اجتمع مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصدق على مشروع قانون يتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ تتعلق بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على تشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية المنشئة بموجب القانون رقم 031/2015 الصادر بالتاريخ 10 سبتمبر 2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، والذي مضى على تطبيقه حتى الآن ما يزيد على 8 سنوات. ظهرت خلالها ضرورة سد بعض الثغرات والتغلب على الصعوبات والعقوبات التي كانت تحد من فعاليته. وتهدف هذه الإصلاحات إلى ما يلي: انسجام منظومة المعالجة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة، إذ بقيت حتى الآن جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية من اختصاص المحاكم الثلاث المتخصصة، في حين أن جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يعود النظر فيها إلى محاكم أخرى عادية وغير متخصصة. مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تعزيز حماية حقوق الإنسان طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية المصدق عليها خلال هذا المجال، تقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة. كما درس المجلس وصدق على مشروعي المرسومين التاليين: مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للتقييس والمعايرة، مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الحاضرة الوطنية لأوليغات. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة المالية، ديوان الوزير، المفتشة العامة للمالية، مفتشة عامة للمالية مغيلي بولاه شريفة أحمد، مفتشة بالمفتشة العامة الداخلية السابقة، المفتشة العامة الداخلية، مفتشة بالمفتشة العامة الداخلية زينب بنت عبد القادر رئيسة مصلحة التنظيم بقطاع المحاسبة الوزارية للدفاع السابقة، الإدارة المركزية، المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية، مديرية الدراسات والتنظيم والتعاون، المدير المساعد محمد أحمد السيدي محمد بية مفتش رئيسي للخزانة، إطار في المديرية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية السابقة، وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ديوان الوزير، رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية أدريسا كوب، وزارة البترول والمعادن والطاقة، ديوان الوزير، رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية الداهو الخنبارة، رئيس في نفس اللجنة وفي وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السابقة.
علق كل من وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة وكالة ووزير العدل في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، ملخص لأبرز ما تناوله المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة يستعرضه التقرير التالي. علقت الحكومة في اجتماعها اليوم على جملة من مشاريع القوانين والمراسم والبيانات، من بينها مشروع قانون يتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، استعرضه وعلق على مضامينه وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة. يهدف مشروع القانون الحالي المقدم اليوم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ تتعلق بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية المنشأة بموجب القانون رقم 031/2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015، المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، والذي مضى على تطبيقه حتى الآن ما يزيد على 8 سنوات، ظهرت خلالها ضرورة سد بعض الثغرات والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي كانت تحد من فعاليته. وشملت ردود وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة وكالة رده على سؤال حول ما أسماه أحد الصحفيين بتهميش الصحافة. أنا بعد نختارنا نتفاهموا على شنو هو معنا وشنو هي المعايير اللي قد ينحكم فيهم على أن الصحافة مهمشة. إحنا من 2019 من وجود هذا النظام اللي ما قط قليل حد قد يقول قط صحافي جبر مشكلة جارها له حد عنده علاقة بالنظام. الصندوق المخصص للصحافة الضعف، القوانين وراجعت اليوم اللي مطالب الأساسي للصحفيين هو نعود في قانون لتمهين الحق الإعلامي، وياك إن كل صحفي فعلا صحفي يعود عنده بطاقته كصحفي تسمح له بالولوج لك العاطي فيه القانون الحق، وتمنعه ولا تفرض عليه مجموعة من اللي وزاد من الالتزامات اللي الله يوفى بها اتجاه المجتمع واتجاه الحقل واتجاه السلطات. أنا ماني فاهم الحقيقة تهميش هو ما يقد أبدا تعد المقابلة بالصحافة كاملة، المقابلات ينقبضوا لهم الواقج قلال من الصحافة هم اللي قد يعدلوها، ولا ظاهر اللي عن قلة مشاركة الصحافة كاملة في المقابلات معناها من الصحافة مهمشة. أصدرت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة أمرا بإغلاق عدد من المحال التجارية التي تبيع بعض السلع الغذائية بأسعار مرتفعة. جاء في أمر صادر عن وزير التجارة أنه اعتمادا على محضر المعاينة المعد من وكلاء الرقابة التابعين للوزارة والمكلفين بالرقابة الدورية للسوق، ونظرا لعدم التزام المحال التجارية بالأسعار الواجبة قانونا، فإنه وتأسيسا على المواد القانونية المتعلقة بحماية المستهلك وتلك المتعلقة بحرية المنافسة والرسوم المحددة لإصلاحات وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه، فإنه تم الأمر بإغلاق بعض المحال المخالفة. في ولاية البراكنة أدى وزير المياه والصرف الصحي زيارة تفقد واطلاع لعدد من المنشآت المائية في مقاطعة لاج. شملت زيارة عدد من المرافق والمنشآت التابعة لوزارة المياه والصرف الصحي في الولاية. التفقد والاطلاع التي أدها وزير المياه والصرف الصحي لمقاطعة ألاج تأتي للوقوف بشكل ميداني على وضعية شبكة المياه في هذه المقاطعة. استهل الوزير هذه الزيارة رفقة والي البراكنة بالوقوف على محطة الضخ الجديدة التي يجري تشييدها في بلدية شقار ضمن سلسلة الإجراءات التي يقوم بها القطاع لزيادة الإنتاج من المياه الصالحة للشرب في كل من شقار ومقطع الأحجار.
كما زار الوفد حقل بوحشيشة الذي يغذي مقاطعتي الاق ومقطع الأحجار لمعاينة الأشغال الجارية لتجهيز بئر جديدة وربطها بالشبكة من أجل زيادة إنتاج هذا الحقل لسد النقص الحاصل في توفر المياه الصالحة للشرب بالكمية الكافية خلال فصل الصيف. نحن هنا تياها في حقل بوحشيشة هذا لاق هو الشاربة منه لاق وشاربة منه بوحديدة وشارب منه اللي مقطع الحجار وشقار ولاق وبوحديدة الحمد لله ما عندهم مشكلة وذا اللي الملصة اللي يجي الشقار هو ومقطع الحجار ما هو كافي ولا إن شاء الله هو ضركات ياجيهم كانت 130 متر مكعب للساعة وركات إياها إن شاء الله وذي الأعمال اللي جارية لا هي عود جيهم 220 متر مكعب للساعة ولا يعود إن شاء الله مشاكلهم لا يتنحل وراجع عن في أسبوعين والله ذاك يوفى الأعمال ويعود مشاكلهم هم الشهور اللي قلت لكم يعود إن شاء الله محلول للأبد. ويسعى قطاع المياه والصرف الصحي من خلال هذه الزيارات إلى وضع حلول استباقية للحد من معاناة المواطنين خلال موسم الحر وتوفير المياه الصالحة للشرب لمختلف القرى والبلدات. محمد من هذه قناة الموريتانية مدينة ألاك. احتضن مقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أمس بنواكشوط فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفرنكفونية. تميزت التظاهرة بعروض ومحاضرات للتعريف بالمنظمة العالمية للفرنكفونية ومكانة اللغة الفرنسية كلغة ثقافة وإبداع. احتفاء باللغة الفرنسية كلغة ثقافة وعلوم يأتي تخليد اليوم الدولي للفرنكفونية تحت شعار الإبداع والابتكار والريادة باللغة الفرنسية. الاحتفالية المنظمة من قبل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الجمعية الموريتانية للفرنكفونية تحت إشراف وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ركزت على إبراز مكانة اللغة الفرنسية كجزء من الثقافة اللغوية في بلادنا. اسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم عن سعادتي بأن أشرف معكم على تخليد 20 من مارس اليوم الدولي للفرنكوفونية. هذا العام ستحمل قمة الفرنكوفونية في فيلا كوتري بفرنسا شعار نخلق نبتكر نبادر باللغة الفرنسية، ويسلط هذا التوجه الضوء على الفرص المتعددة والديناميكية التي يتمتع بها الفضاء الناطق بالفرنسية، وبالتالي تشجع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال كأدوات لخلق فرص العمل للشباب. وجدها فرصة بالنسبة لي لأشكر وأشجع بقوة شبابنا الذي جددوا قبل أيام التزامهم خلال النسخة الثانية من أسبوع الثقافة والشباب والرياضة المدرسية الذي يهدف إلى تعزيز الوطنية والمحافظة على قيم الأخوة والتضامن والمواطنة من خلال المسابقات الثقافية والرياضية. وقد أكد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أن بلادنا تعد من البلدان التي تسهم اللغة الفرنسية في تنوعها الثقافي. هذا اليوم تعبر من خلاله هذه البلدان عن انتمائها للتعدد الثقافي، التنوع الثقافي والتعدد اللساني، كما أن ها فرصة لهذه البلدان للاعتزاز بالمكانة، مكانة هذه اللغة، اللغة الفرنسية كلغة علم كلغة ثقافة خدمت هذه البشرية في العديد من بقاع العالم. هي فرصة للإشادة بما قدمته هذه اللغة لأبنائنا في مرحلة معينة كلغة علم وكلغة ثقافة. الأمين العام للجمعية الوطنية الفرنكفونية يدوم محمد الأمين أكد أن هذا اليوم هو يوم للتواصل بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية
للاحتفال باللغة التي يتقاسمونها والتأكيد على مبادئ وقيم التضامن والتنوع والتسامح والمشاركة التي تم إنشاء المنظمة عليها، موضحا أن الجمعية الموريتانية للفرنكوفونية تعمل على تشكيل إطار موحد لعمل عدد كبير من الناطقين بالفرنسية في بلادنا، تعزيزا للتنوع اللغوي والثقافي الغني لبلادنا. السفير الفرنسي لدى بلادنا ألكسندر غارسيا نوه باستخدام اللغة الفرنسية في إطار هذا التعدد اللغوي في بلادنا إلى جانب اللغة العربية واللغات الوطنية الأخرى، مضيفا أن هذه اللغات تشكل ذروة اجتماعية وثقافية للبلد، مؤكدا الدور الأساسي للغة الفرنسية في مجالات التشغيل والإبداع والابتكار. وشملت الاحتفالية عرضا تعريفيا للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بالإضافة إلى عرض لنشاط ترفيهي وتعليمي لنموذج من المدارس المعتمدة على المناهج التعليمية باللغات الفرنسية. احتضنت الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية ظهر أمس ندوة حول إعلان 7 مارس الموقع بين بلادنا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير النظامية. تهدف الأكاديمية الدبلوماسية من تنظيم هذه الندوة إلى تعريف موظفي وزارة الشؤون الخارجية بمضامين الوثيقة المشتركة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي. إعلان 7 مارس بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، السياق والمزايا. هذا هو عنوان الندوة الكبرى المنظمة من قبل الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية لصالح عمال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج. الندوة ناقشت بشكل مستفيض نص الإعلان المشترك الموقع بين بلادنا والاتحاد الأوروبي المتعلق بمجال الهجرة. هذا الاتفاق اللي تم بينه الأوروبيين اللي قامت حول شريسة عليه، وهو كان مكسب والله مزاع، أعتقد مكسب كبير وعدل ونتائج باهرة وعدلت للبلد، وفي نفس الوقت اللي انقلبت وقلبتها الناس العكس. ونأكد على اللي قال الأمين العام فعلا المبادرة موريتانية، احنا هم اللي طلبنا الأوروبيين وطرناهم من الله قاعدة، كان لما قدر من دار اتصاص من قدهم هم، احنا هم اللي أكدنا على أن نضاق علينا من نجبرهم ونقعدوا على طاولة واحدة ونشدوا الأخبار في هذه الأمور اللي هي، لأن نعتبروا كيف شارب اللي هو قوي على أن قائمين مجهود مهم وله عاد على حساب موريتانيا. شملت العروض المقدمة قضايا عدة، من بينها الهجرة الشرعية والهجرة غير النظامية والتنمية والتعليم والتدريب والتكوين المهني للشباب. نختار نقول لأن هذا الملف أنه مفتح من اللي له فترة، ومفتح ملي بمبادرة من السلطات الموريتانية، الطرف الموريتاني وكان الطرف المبادر، وهذا اللي نعقب نرجع له باللي قال على انه يخدم اجندة اخرى، والله اجندة الطرف اخرى من ناحية المنطق، الطرف اللي عنده مصلحة هو يعود الطرف المبادر بالمفاوضات، باللي منين يعود حد عنده مصلحة في رواية ولا عنده فيها رأي ولا يبادر ويطرحه، ما منطقي ان حد لا يبادر برواية يطرحها ما عنده فيها رأي ولا مقاربة ولا مصلحة معينة، وبالتالي الطرف الموريتاني كان هو المبادر وذا اللي يجيب عليه أدلة. الأخرى الملف الملي تفاعلت فيه المستويات كاملة، معناها السلطات العليا متمثلة في فخامة رئيس الجمهورية، السلطات الوزارية، الفريق الفني هذا اللي كان لي الشرف أني كنت ننسقه مع الزملاء الأمناء العام والوزارات، واللجنة الفنية، معناها أنها كانت بنية متكاملة هي اللي تفاعلت هذا الملف، وملف العلاقات بصفة عامة مع الشركاء المهمين سواء على مستوى متعدد الأطراف مع الاتحاد الأوروبي والله مع الدول الأخرى على مستوى الثنائي. الندوة أشفعت بالرد بشكل مفصل على أسئلة الحضور التي طالت الجوانب المتعددة لموضوع الندوة. نظم قطاع العدل صباح أمس ورشة تكوينية لصالح أفراد الشرطة الوطنية بمقر المدرسة الوطنية للشرطة بمقاطعة التفراغ زينة بولاية نواكشوط الغربية،
تمحورت الورشة حول الإطار القانوني المجرم لمختلف أشكال الاسترقاق والمتاجرة بالبشر وعمالة الأطفال. مواصلة للحملة الوطنية التي ينظمها قطاع العدل والهادفة إلى التكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، يتنزل تنظيم هذه الورشة بمدرج المدرسة الوطنية للشرطة بمقاطعة تفرغ زينب بولاية واكشوط الغربية لصالح أفراد الشرطة الوطنية، خطوة تجسد محورية المؤسسة الأمنية في تطبيق القوانين الضامنة للسلم الأهلي. لقد وضعت مؤسسات الشرطة القضائية ومنها مؤسستكم بالتأكيد في صلب اهتمامها العناية الملحة بتدريب عناصرها على مبدأ ضمان حقوق الإنسان الذي يجب أن يشكل ثقافة أو حتى رد فعل يميز الخدمات الشرطية ويدخل في إطار التكوين الأساسي ليتمكنوا من أداء المهام النبيلة المنوطة بهم في احترام تام لحق الفرد في الحرية والكرامة. إلا أن التحديات الأمنية جعلت من تكوين أفراد الشرطة وتلقينهم بالمعارف العلمية من أولى الأولويات، وذلك بتحيين البرامج لمواكبة الحداثة والعصرنة والتمكن من إعداد النخب وتكريس المفاهيم الحديثة في العلوم الشرطية وترمي الاستراتيجيات الجديدة في التكوين إلى إدماج معايير حقوق الإنسان كقواعد وأنظمة سلوكية للقوى الأمنية في جميع مظاهرها ومستوياتها، وتهدف من بين أمور أخرى إلى تمكين ضباط وأعوان الشرطة القضائية من رصيد معرفي قانوني يرتبط بقضايا حقوق الإنسان كما أنتجتها المواثيق الدولية وكرستها القوانين الوطنية، تقوية قدرات موظفي الشرطة القضائية في مجال إشاعة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بدواعي استعمال العنف من خلال ما أمر به القانون أو نص عليه في إطار الدفاع الشرعي أو وفقا للقوانين الموضوعة من أجل حفظ النظام والمحافظة على السكينة العامة للمجتمع. المشاركون في هذه الورشة من ضباط شرطة قضائية وأفراد شرطة سيتابعون عدة عروض يقدمها خبراء في مجال القانون وقضاة حول مختلف المراحل الإجرائية المتعلقة بالقانون المجرم لمختلف أشكال الاسترقاق والمتاجرة بالأشخاص في المنظومة القضائية الوطنية. ختام نشرة قدمنا لكم من الموريتانيا هذه أبرز العناوين. مجلس الوزراء يصدق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم من بينها مشروع قانون يتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. تظاهرة فكرية وثقافية في نواكشوط تخليدا لليوم العالمي للفرنكوفونية. مقر الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية يحتضن ندوة حول إعلان 7 مارس الموقع بين بلادنا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير النظامية. شكرا لكم على متابعة هذه النشرة أينما كنتم، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا. إلى اللقاء.